بلغ العدد الإجمالي للمعاملات منذ إطلاق آلية الدفع عبر الإنترنت إلى غاية أواخر 2020 4,593,960 معاملة. وبلغ كذلك عدد الموزعات والشبابيك الآلية في نهاية سنة 2020 3,030 موزع مقابل 1,621 في أواخر 2019. كما ارتفعت عمليات السحب من خلال الموزعات والشبابيك الآلية من 9,929,652 في سنة 2019 إلى حوالي 59 مليون عملية في سنة 2020. وارتفع عدد إجمالي آليات الدفع الجوارية TPU قيد التشغيل من 23,726 في سنة 2019 إلى 33,945 في سنة أواخر سنة 2020، أي بزيادة تقدر بأكثر من 10,000 TPU.